لو بنتكلم على احسن صاحب هو موجود معانا في القاعه اللي شاور على القادرون باختلاف، خلى وجهه النظر كلها تختلف. طبعا 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 سياده الرئيس هو احسن صاحب فعلا. طبعا طبعا والله تراني تاثرت، والله تراني تاثرت. طب هو مش صاحبنا احنا ليه؟ واحنا مصريين عايشين في الخارج وكل مشكلتنا ان احنا موقفنا السياسي مختلف. ما بيتأثرش نفسيا ليه بآلاف المساجين اللي اعمارهم بتزيد عن الستين والسبعين سنة ومنهم اسماء كبيرة هو عارفهم بشكل شخصي. زي مثلا الدكتور عبد المنعم الفتوح. زي مثلا الدكتور محمد بشر. الأسماء دي هو يعرفها بشكل شخصي، ما تأثرش بيهم ليه بعد ما كل معاهم عيش وملح وعرفهم معرفة شخصية؟ ما تأثرش ليه بآلاف النساء المصريات اللي الحياة ملطماهم كل يوم والإصلاح الاقتصادي الفاشل اللي هو عمله خلى حياتهم أكثر صعوبة إذا ما كانتش أكثر فقراً؟ أستحي أن أقول أكثر فقرا فبقول أكثر صعوبة. هذا البكاء المرير المصطنع الغير حقيقي ليه لم يعد يلمس عقول وقلوب المصريين زي زمان؟ ليه الناس ما بقتش مصدقة الدمعتين دول؟ وليه الناس بقى بتتفرج على هذا الكلام وتبقى موقفها زي موقف مولانا شيخ الازهر بالظبط، قاعد حاسس بنوع من انواع، لا مش نوع، ده انا هقول لكم احساسه الشخصي ايه وانا لا اتحدث عنه، انا جالي احساسه من خلال الكاميرا. هذا استغلال لذوي الحاجات الخاصه كما كانت الجماعه الاسلاميه تستغل الفقراء او الاخوان المسلمين بيستغلوا الفقراء بالصندوق بتاع الزيت والسكر. دي زي دي. لا مش زي دي خالص. زيها. لا مش زيها خالص. نفس الفكره قريبه قوي. خالص يا احمد. لا مش زيها خالص. نفس الفكره قريبه منها جدا. بعيد شويه خالص يا احمد. الموضوع بتاع انك تاخد فئات خاصه جدا وتقعد تحط عليها الضوء. وتحط على علاقتك بيها الضوء علشان تستفيد انت سياسيا، ده مدرسة جاء بها الإسلام السياسي المصري. يعني بوضوح فكرة بسيطة أنا بحاول أطرحها على الترابيزة، لكن استغلالها النهاردة لم يعد مصدقا عند الجماهير المصرية، حتى الجماهير على فكرة اللي بتأيد الإسلام السياسي. ليه؟ لأنه الفجاجة في المشهد الحقيقي خارج الكاميرات أصبحت تفوق قدرة أي كاميرا أيا كانت قدرتها على النقل أو أي إضاءة أيا كانت قدرتها على التنوير والإضاءة للمشهد. المشهد سليء شديد الظلام لدرجة أنه الناس بقت مؤمنة ومدركة انه الوضع اللي احنا فيه ده لا خروج فيه ولا مناص. والكلمتين اللي اتقالوا فيما يخص صندوق ذوي الهمم يؤكد لحضراتكم ان فكرة الصناديق فكرة هدفها الرئيسي ان يحرك رئيس الجمهورية اي مبالغ بدون أي استشارة لأي أحد وبدون أي قانون يؤكد أو ينفي المبالغ دي جاية منين ورايحة فين. والكلمة بتاعت هنعمل صندوق في الوقت والذات واللحظة، مش هنستشير مجلس النواب، مفيش بلد، في أنا، في رئيس للجمهورية يفعل ما يشاء. وبعد كده نقلفط له الكلام ده في قوانين
ونعديها على المجلس.